ده مبنى أمانة المدينة المنورة قبل التطوير. اللي حصل فيه دلوقتي انهم شالوا السور وحولوا المنطقة اللي حواليه بالكامل لمسطحات خضراء ومساحات عامة علشان الناس تقدر تستمتع بيها كجزء من المدينة. ومش بس السعودية اللي بتعمل كده، لأ ده العالم كله دلوقتي بيتخلص من الأسوار اللي حوالين المباني علشان يحسنوا من جودة الحياة في المدن. والناس اللي كانت زمان بتقول ان الكلام ده ما ينفعش عندنا في الدول العربية، ادينا شايفين اهو بيتعمل. فمش طبيعي ابدا لما نيجي نطور منطقة الحسين نقوم عاملين سور حديد حوالين الجامع، لاننا كده بنفصله عن النسيج العمراني اللي حواليه اللي الجامع اصلا جزء منه. الفكر القديم بتاع الاسوار ده ما بقاش موجود. الدول دلوقتي بتزود المساحات الخضراء والمساحات العامة عندها علشان تحسن المشهد الحضاري للمدينة، لان هو ده اللي هيحقق جودة الحياة وهو كمان اللي هيطور السياحة.